السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف السادس الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع مستر محمد علي وفيديو جديد. أهلا بكم دفعة 21، لا توحشوني جدا 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 شباب. كنت شيرت فيديو قبل ده مباشرة وقلت لكم إن ده الفيديو الأخير. كده تتمت المنهج على 4 أصناف، شرح المنهج كله موجود على القناة، كلمات مراجعة موجود، المنهج كله مراجعة، تخطيط كتاب المدرسة المنهج كله موجود، كل الأبواب. كلمات مفتاحية ده كان آخر حاجة اللي هي كانت مراجعة نهائية بالنسبة لنا، خلصنا المراجعة النهائية تمام. ولكن أنا كنت وعدت طلابي بهدية إن أنا هديهم يوم ليلة الامتحان كده 200 سؤال. فأنا نظرا إن أنا بقالي يومين ما نمتش، فأنا كنت هطلع معاكم بس مباشر أحل ال 200 سؤال. طبعا هناخد وقت طويل جدا جدا، فأنا قررت يا جماعة ال 200 سؤال بقت متاحة للجميع، موجودة على الصفحة الشخصية بتاعتي بتاع الفيسبوك أو جروب الدكتور محمد علي للفيسبوك أو حتى التليجرام، هتلاقي ال 200 سؤال موجودين متاحين للجميع. فانا قررت اطلع الفيديو ده عشان احاول اعمل لك زي نموذج اجابي لل 200 سؤال، كل اجابه بالتعليل بتاعها. لان انا فكرت لو كتبت ورقي، يعني كتبت ال 200 سؤال 200 رقم كده ورقي كده بالتسلسل 1 2 تحدي 200 وقدام كل واحد يوم الاجابه، انت مش هتستفيد كتير يعني. انا قررت ان انا اعمل كده، ويعني ايه استحملوني بقى، انا شكلي نايم اساسا يعني. قررت ان انا اعمل كده عشان اقول لك كل اجابه سؤال بالتعليل بتاعه تمام. فالفيديو ده الهدف منه كده انا، لكن المراجعه وكل حاجه كده تمام التمام التمام. كان يوم السبت 17/7 الساعة 10 صباحا كان الفيديو الأخير، مراجعة وكل حاجة نازلة تمام التمام التمام. لكن أنا طلعت الفيديو ده عشان أعمل زي ما بقول لك كده، ألم لك ال 200 سؤال، وربنا يعيني إن شاء الله أقدر أخلصهم دلوقتي يعني بإذن الله تعالى. فتابعني بقى للنهاية، ممكن حضرتك أو أي واحد فيكم أو حضرتك أو حضرته أو أي حد قاعد بيسمعني دلوقتي يحل ال 200 سؤال لوحده، هتقدر. أيوه هتقدر إن شاء الله. وتيجي بقى تجيب الاجابه اللي انت عملتها وتشغل بقى الفيديو ده وتبدا تسمع وتشوف انت عملت الاجابات بتاعتك ايه، ولو في حاجه مختلفين عليها اعرف انا اخترتها كده ليه من خلال التعليل اللي انا هقوله تمام. بس خليكم بقى صحيين معايا شويه لان انا ممكن انام منكم يعني في نهايه الفيديو كده ولا حاجه. طيب يلا بينا كده يا شباب نشوف ال 200 سؤال باذن الله. يلا بينا يا شباب طلاب الكرام، بسم الله يلا بينا كده نتوكل على الله ونشوف السؤال الاول يا جماعه معانا من ال 200 سؤال. طبعا انتوا الملزمه وصلتكم وهي كمان معروضه قدامكم. السؤال الاول بيكلمني عن مصلحه الاجيال المستقبليه، الاجيال المستقبليه، وفي نص السؤال بيقول لي ايه اخلاق المسؤوليه. انا كده قدامي اختيارين، يا اما الثاني يا اما الاخير. انا هختار السؤال الاخير، الاختيار الاخير. يبقى الاول هختار رقم ده. ليه؟ لان ما ينفعش مسؤوليه ابويه. هانز يونس بيرفض المسؤوليه الابويه. المسؤوليه الابويه يعني كل اب مسؤول عن اولاده، لا ده مرفوض. المسؤوليه عند هانز يونس مسؤوليه طبيعيه، الانسان مسؤول عن الطبيعه. طيب سؤال رقم 2 يا شباب، الشجره اللي حضرتك قاعد في الضله بتاعتها دلوقتي الاجيال اللي قبليك هم اللي زرعوها، فانت المفروض كمان ان انت ما تنساش انك تزرع عشان الاجيال اللي جايه اللي يجي بعدك يزرع. يبقى ده مين؟ اجيال المستقبل اهو. يبقى برضه هانز يونس شباب، يبقى رقم 2 برضه هختار هانز يونس اللي هو رقم 3، اختيار 3 اللي هو النمره جيم يعني. رقم 3 خلي بالك بقى ده منطق، يجذب نقط في حاله واحده، بيجذب مره واحده بس. انا عندي 2 بيجذبوا مره واحده بس، الفصل وعندي الشرط. في حالة صدق المقدم وكذب التالي، صدق المقدم وكذب التالي يبقى ده اسمه ايه؟ ده شرط مباشرة. ارجع لمذكرة المفاتيح هتلاقي الكلام ده موجود. رقم 4 يا شباب، يجذب نقط في حالتين، بيجذب في حالتين. أنا عندي اللي بيجذب في حالتين هو التشارط، وكمل معاك جملة بقى لاختلاف الطرفين مع بعض يبقى ده اسمه تشارط. يبقى 4 تشارط يا شباب، 4 تشارط. رقم 5، الانتقال من حكم عام، يبقى أنا كده في الاستنباط، هنتقل من حكم عام تمام؟ دون الاهتمام بالمضمون، مش ههتم بالمضمون، يعني انا ههتم بالصوره بس، مش ههتم بالمضمون اللي جوه، ههتم بالصوره. يبقى ده يا جماعه ايه؟ استنباط. يبقى انا كده هختار الاستدلال الاستنباطي. يبقى 5 هختار جيم، 5 هختار جيم. 6 يا شباب، استطاع الانسان بغطرسته العلميه العبث بمقدرات النطاق الحيوي، عبث بالطبيعه. يبقى الموضوع لو كان اوفر جدا هيبقى قهر واستبداد، لكن لو استغل الموارد والكلام ده كله هيبقى استغلال وسيطره. هشوف الاختيارات هختار استغلال وسيطره، يبقى 6 هختار رقم 2، 6 اللي هي باقي يعتبر. 7 يا جماعه، جمال الطبيعه امر مفرح وعلى المرء اللي هو الانسان انه يشارك في الطبيعه في الجمال ده ولا يتامله فحسب، بل يزرع ويساعد نظري وينشر الروائح العطره والكلام ده كله. ده بيشير الى ايه عند المصري القديم؟ اكيد مش كتاب الموتى، واكيد مش التعويذه، واكيد مش نهر النيل، ولكن احترام المصري القديم لمظاهر البيئه او مظاهر الطبيعه. يبقى 7 دال. 8 يا شباب، واحد بيقول لم ناتي الحياه بغته او صدفه كده، الكون ممتد واشياء عديده للغايه في الكون، ونحن لا يسعنا، ما نقدرش ان نكون الا ما لسنا نحن عليه. او انا دخلت في سطر تاني قلت لكم هنم منكم يعني، لا نستطيع ان نفعل، لا نستطيع ان نفعل. ده يبقى مين؟ يبقى لاوتسي. قال الانسان ما يقدرش يعمل اي حاجه في الكون، الكون ده مقدس. يبقى 8 كده انا هختار باء، يبقى 8 لاوتسي يا شباب. انتقل معاك للسؤال رقم 9، 9 ده منطق، بيقول كل العرب لا يتحدثون اللغه الانجليزيه بطلاقه.
تمام، دي كلية خلي بالك، ها يبقى انا كده في استنباط. واهل مصر عرب، كويس، يبقى اهل مصر لا يتحدثون اللغة الانجليزية بطلاقة، كلام جميل. يشير ذلك الى ايه؟ حجة استقرائية؟ غلط تماما، دي حجة استنباطية، دي حجة استنباطية. خلاص كده يبقى انا هبدأ احذف الف وباء واختار ما بين جيم ودال. حجة استنباطية في التفسير اللي ايه؟ في التفسير التقليدي، في التفسير التقليدي. ليه؟ لان احدى مقدماتها يا جماعة خاصة، يبقى تفسير تقليدي. هنروح لرقم 10. جعلها ارسطو في مرتبه واحده من اليقين. هو ايه اللي عندي يقيني؟ انا عندي الاستنباط هو اللي يقيني. طب ايه اللي شبه الاستنباط؟ ها، الاستقراء التام. الاستقراء التام، يبقى رقم 10 هختار 1. 11 يا شباب، يقول ارسطو من الوضوح انه اذا فقدنا اي من مؤشرات الحس، اول ما تسمع كلمه الحواس في الامتحان تعرف ان هي الملاحظه، الحواس يبقى الملاحظه، يبقى 11 هختار 1. 11 هختار 1. 12 يا شباب، 11 الف بقى سامحوني يعني. 12، قلنا ان ندى ذكيه، قولنا ان ندى ذكيه يحتمل ثلاث حالات، ثلاث حالات، يبقى مش حالتين بس، يبقى ده يا شباب مش منطق ثنائي، ده منطق مرن لانه متعدد القيم، متعدد القيم. يبقى احنا كده في 12 هختار جيم، في 12 هختار جيم. 13، الاختبارات المعمليه، الاختبارات بتتعمل في المعمل دي تبقى ايه؟ تبقى التجربه يا شباب. يبقى 13 هختار جيم برضو، 13 جيم. 14 يا شباب، جزء من علوم الحاسب الآلي، جزء من علم الحاسب الآلي، فرع. لو انا، لو انت لسه متابع الفيديو الاخير بتاع الباب الرابع منطق، تعرف ان ده ذكاء صناعي. طب هكمل، عايز يخلي نفس الخصائص اللي عند الانسان يخليها عند ايه؟ عند الاجهزه، يبقى ده اسمه الذكاء الصناعي. يبقى 14 ذكاء صناعي. وانا قلت لك يا جماعه، انا الفيديو ده بالنسبه لي يعني مش عارف، انا خارج المود تماما، ولكن انا بالنسبه لي ده بقول لك خد بين ايديك نموذج اجابه مفصل شويه، خلاص؟ احسن ما كنت اكتبهم في ورقي واصورهم وانزلهم على الجروب واقول لك دي الاجابات، خلاص يا شباب؟ فسامحوني يعني. 15، عرفها ارسطو بانها نقطه البدء في كل برهان. احنا بنبدا دايما بايه؟ احنا دايما بنبدا بالفرض عشان ابدا اجرب عليه. لو كملت معانا في كل برهان وبانه المنيع او المنبع، مش المنيع، المنبع الاول لكل معرفه هو طبعا الفرض، لانه لو صدق بيصبح قانون، لو كذب بستبدله فرض اخر، يبقى الفرض يا شباب. يبقى كده 15 هختار الف، 15 دال، 15 دال، 15 دال. 16 يا شباب، صنع تشارلز توماس ده آلة حاسبة، صنع آلة حاسبة. لو أنت ركزت معايا شوية في فيديو المفاتيح هتعرف إن صناعة الآلات الحاسبة محتاجة سوفت وير، محتاجة برمجة، يبقى آل برمجيات. 17، نستطيع الربط بطريقة منطقية بين الحقائق المعروفة. طالما في ربط يا جماعة هنا، يبقى قدرة الفرد على تفسير الظواهر أو التنبؤ بالظواهر. لأن مش هينفع تفسير عدد من الظواهر تم وضعها على أسس الخبرة قابلتها للتفنيد وال، مش هتنفع، يبقى 17000، 17000. طيب رقم 18، بيقول يرى أفلاطون أن كل إنسان يرى الأمور من منظوره الخاص، منظوره الخاص يبقى أوهام الكهف. 18، مش الكيف بقى، الكهف. 18 باء، 18 باء. 19 يا شباب، تم فصل موظف المشروع كان يعمل به فأراد أن ينتقم من المسؤولين في النظام، فتلاعب بالنظام المعلوماتي للمشروع الذي كان يعمل به. هنا يا شباب مباشرة ألف، ممارسة غير مشروعة، ممارسة غير مشروعة، يبقى 19 ألف. 20، السيارة هي السيارة، ده قانون ذاتية أو قانون هوية، ذاتية أو هوية. طيب 21، صديق ليك لم يعرف شكل الأرنب وأنت قلت له الأرنب ده شبيه بالقطط من شكل الخارجي، يبقى دي مماثلة يا شباب، دي مماثلة استقرائية، يبقى 21000، 21000. 22، بيقول قائمة يضع فيها الباحث الدرجات المختلفة، مختلفة يعني متفاوتة، بيكون عنده ثلاث قوائم، حضور وغياب وتفاوت، دي التفاوت، يبقى 22 هختار ألف تفاوت. 23، بيقول لي سلحفاة حيوان بر مائي، نرمز للقضية بإيه؟ دي قضية بسيطة، يبقى أرمز لها بقاف وما فيهاش حرف سالب أو نفي، فأنا هختار قاف فقط، يبقى 23 هختار ألف. 24، يقول علي بن أبي طالب كل إناء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، العلم يتسع، يبقى هنا قابل للتعديل، قابل للتعديل، يبقى 24 باء، 24 باء. 25، يقول غويل الاستدلال الرياضي استدلال تلقائيا فعال وانشائي الاستدلال، يبقى الرياضيات علم ايه؟ هو الاستنباط، احنا خدنا الاستنباط في العلوم السوريه، العلوم السوريه اول مقدمه في الباب الثاني، الرياضيات علم ايه؟ علم يقيني، مش هتنفع متناقض ولا تنفع احتمال ولا تنفع نسبي، لان الرياضيات من خصائصها عدم التناقض، يبقى 25000، 25000.
26 بيقول لي مفهوم عقلي يتضمن الابتداء بالجزئيات ثم يظهر. هبدأ بالجزئيات يبقى الاستقراء، هبدأ بالجزئيات يبقى الاستقراء، يبقى 26 دال. 26 دال. 27 يا شباب يقول توماس أديسون نحن لا نعرف واحد بالمليون، احنا ما نعرفش واحد بالمليون من المعلومات اللي في العالم، يبقى هو كده بيدعونا لايه؟ للبحث عن المعرفة أو البحث عن الحقيقة، يبقى 27 دال. 27 دال. 28 مشاركة الشباب في مواجهة أخطار تلوث الهواء ودعم وسائل رصد نوعية الهواء، الشباب بتشارك في الجمعيات وكده، يتفق ذلك مع الأس التي تحدث عنها يونس وهي المسؤولية. يا شباب المسؤولية، الشباب هتشارك في مواجهة أخطار التلوث الهواء، يبقى كده المسؤولية. طيب نروح ل 29. التطورات التقنية الحيوية سلاح ذو حدين، اللي عندي في المنهج سلاح ذو حدين، حاجة في الفلسفة وحاجة في المنطق. اللي في الفلسفة الجينوم البشري ليه إيجابيات وليه سلبيات، واللي في المنطق عندي حاجة اسمها تكنولوجيا المعلومات ليها إيجابيات وليها سلبيات، يبقى سلاح ذو حدين أنا هختار الجينوم البشري. يبقى 29 باء. 30 يا شباب، يرى بعض كتاب الإدارة أنه لابد من توفير الشروط التالية، وهي ضرورة أن يكون تفويض السلطة بقدر الهدف، وجوب تحديد معدلات تسهل عملية القياس لتقييم النتائج، وضرورة أن تكون المسألة أو المسألة شخصية من حيث مسؤولية كل شخص في تحقيق نصيبه من العمل المشترك. نستخلص مما سبق أحد الأخلاقيات الوظيفة العامة. تعالوا نستبعد كده، مفيش مراجعة التعليمات الإدارية اللي هي آخر واحدة، ومفيش المحافظة على الممتلكات ولا ضمان حرية الرأي، فهنا ممكن نختار رقم ألف الاستفادة من كل الوسائل، الاستفادة من كل الوسائل عشان نعزز احترام العمل. 31 إن مشكلات البيئة كاستخدام المواد المشعة بسبب تفكير الإنسان أنه قادر على تحسين العالم، مين اللي قال الإنسان ليس قادر على تحسين العالم؟ ده هيكون لاودسي يا شباب، ده هيكون 31، يبقى 31 جيم لاودسي. 32 لا يجرؤ أن يتصرف أحد في ملك الغير، ما تقدرش تتصرف في ملك غيرك، تمام، يبقى احترام الاستقلالية الفردية. لو كملت السؤال هيقول لك لذا فعل الطبيب أن يأخذ إذن المريض قبل أي حاجة، يبقى احترام استقلالية فردية، يبقى 32 ألف. 33 نتيجة الحجة الاستنباطية تعتمد على صدق المقدمات، لان ليه؟ لان النتيجة بتلزم عن المقدمات، يبقى 33 جيم. 34 يجري عالم النبات تجارب، اول ما يقول تجارب اعرف ان ده اسمه استقراء ناقص، لو ما لقيتش استقراء ناقص يبقى استقراء علمي، يبقى هنا يا شباب هتكلم عن الاستدلال الاستقرائي، ده مش حجة، الحجة مجموعة من المقدمات تنتج عنها نتيجة، او مجموعة قضايا بعضها مقدمات وواحدة نتيجة. ف 34 انا هختار الاستدلال الاستقرائي اللي هو رقم 2 او باء يعني. 35 كل معرفة احتمالية ولا يمكن تأكيدها إلا بمعنى أنها ترجيحات، طالما احتمال يبقى استقراء على طول، يبقى ده بنتكلم عن الاستدلال الاستقرائي، يبقى 35 برضو باء. 35 باء. 36 المنطق الشكلي، المنطق السوري، السوري يبقى هنا الايه؟ الاستنباط، يبقى أنا هختار الاستدلال الاستنباطي، يبقى 36 ألف. 37 إقامة البرهان على قضية كلية لا بالرجوع لقضية أعم منها ولكن بالرجوع لأمثلة جزئية، يبقى ده الاستقراء، بس الاستقراء ليه؟ الاستقراء الناقص. طب انا ما لقيتش الاستقراء الناقص، يبقى الاستقراء العلمي، يبقى الاستقراء العلمي، لان الاستقراء الناقص يستخدم في العلوم الطبيعيه، يبقى 37 د. 38 بيقول عليك ان تتعلم قواعد اللعبه، عليك ان تلعب بمفردك، بمفردك، بشخصك، بذاتك، يبقى اسمه استقلال ذاتي، يبقى 38 ب. 38 ب. 39 يحظر على الفرد السرقة والرشوة، يبقى هنا الالتزام بالمسؤولية القانونية، يبقى 39 انا كده هختار، معلش ممكن يكون اللوجو مغطي بعض حاجات زي ما الناس قالت، لكن عذرا بقى يا جماعة الواحد هيركز في كم كبير جدا من الحاجات دي ازاي. ف 39 كده يا شباب هنختار المسؤولية القانونية، يبقى 39 هنختار جيم تالت واحدة. نعد شوية كمان نروح ل 40، بيقول في سؤال رقم 40 ده قد يعاني الفرد في فصل الشتاء من نزلات البرد، فالموضوع فيه امراض، فالموضوع هنا يبقى علي بن رضوان، يبقى 40 هختار باء علي بن رضوان. 41 يمنع القانون القُصّر او المصابين بامراض عقليه، يبقى هم كده ما عندهمش اهليه، يبقى هنا الاهليه، يبقى 41 د. 42 يا شباب يحددها ديفيد روي او ديفيد روس بانها قرارات بشان الاطفال حديث الولاده المصابون، قرارات بناس حديث ولاده، طفل حديث ولاده، يبقى الموضوع هنا ما بين الطبيب والمريض او الطبيب والام، يبقى هنا مش هينفع اختار اي حاجه غير اخلاق العياده، اخلاق العياده. يبقى 42 رقم 4 دال يعني. تقوم وزاره الصناعه بالتصدي، الوزارات هنا وشغل الوزارات وشغل الحكومه ده يا جماعه يبقى اصحاب القرار، الوزارات يبقى اصحاب القرار، معلش بغض النظر عن اي تفسيرات ثانيه، كان في ناس مختلفه كتير على السؤال ده، ولكن تقوم وزاره الصناعه يبقى ده اصحاب قرار على طول.
يرى ان الصناعه والفلاحه كلها وجوه طبيعيه للربح. طبعا اللي اتكلم عن كل المهن والاخلاقيات بتاعتها اتكلم عنها ابن خلدون لما قال ان الفلاحه هي اعظم المهن. يبقى 44 الف. 45 القيمه اللي اتكلم عن القيمه المفروض ان هي، سوري بقى يا شباب، مكون معرفي ووجداني وانفعالي خاص بالفرد، يبقى ذاتيه، خاص بالفرد يبقى ذاتيه، يبقى 45 دال. 46 ان العلم سلاح ذو حدين، يبقى في ايجابي وفي سلبي، هدور في الاختيارات على حاجه ايجابيه وسلبيه. الاولى التفسير والاستغلال، ايجابي وسلبي، تفسير دي حاجه حلوه والاستغلال دي حاجه سيئه. تقديس وتفسير الاثنين فيهم ايجابي وسلبي، لكن العلم يبقى التفسير افضل. يبقى انا كده يا شباب هختار اول واحده، التفسير والاستغلال، تفسير واستغلال، يبقى 46000. 47 بيقول لي يختلف عازرة المقابل المادي في المدن عن الريف. المقابل المادي في المدينه مختلف عن المقابل المادي في الريف، فهنا الاجور مرتبطه بالطابع الثقافي، مرتبطه بالطابع الثقافي حسب ثقافه كل مكان، يبقى 47 هختار ج. 48 صاغها فرانسيس جالتون بانه يرتكز على فكره التوالد. التوالد الاجباري ده يوجينا. التوالد الاجباري ده يا جماعه او صفات منتقاه، صفات وراثيه منتقاه، ده يوجينا. 49 فيلسوف تحدث عن الامم الوحشيه والقبائل اللي ميز ما بين القبائل والاقوام وطبائع البشر كان ابن خلدون، يبقى 49 ابن خلدون. ان شاء الله وصلنا 50 اهو يا شباب. 50 الاضافات على الاطعمه كالمكونات الاصطناعيه والمواد الحافظه تختبر بواسطه ما يدعم بالدي 5 وهو مصمم لمعرفه مستوى الاستهلاك الذي يؤدي لموت 50% من مجموعه من الكائنات غير العاقله. قيد التجربه يخالف الموقف السابق، طبعا يخالف راي المسؤوليه هانز يونس، يخالف راي هانز يونس. طب ليه قال الكائنات غير العاقله؟ لو يقصد بيها الكائنات غير العاقله اللي هي الحيوانات، طب ما انا عندي بيتر سينجر دافع عن حقوق الحيوان، وعندي ارنولد نايس رافض كمان ان الانسان يقضي على الشكل من اشكال التنوع. فالسؤال ده كلمه الكائنات غير العاقله دي لو يقصد بيها الحيوان بشكل يعني الحيوان على وجه التحديد يبقى بيتر سينجر، لكن هنا من ناحيه المسؤوليه ده بيتعارض، يخالف الموقف السابق، يخالف مع ثلاثه، يخالف مع ارنولد نايس، ويخالف مع هانز يونس، ويخالف مع بيتر سينجر، ولكن ادقهم هنا المسؤوليه عامه، الانسان هو اللي بيعمل كده. 51 فيلسوف يرى انه عندما يتم تطبيق تقسيم العمل، لو هنا هختار افلاطون هكمل، وتخصص كل واحد في حرفه، افلاطون، فان كل شخص سيعرض انتاجه على الاخرين ليبيع ويشتري، مش افلاطون، افلاطون عنده العمل خدمه لهم، فتظهر الحاجه للنقود فهي وسيله للتبادل، يخالف ذلك راي افلاطون. يبقى انا هختار في 51 هختار 3 اللي هي افلاطون، 51 هختار افلاطون. 52 بيقول لي الاطار الذي يعيش فيه الانسان، ده تعريف البيئه من الناحيه الاصطلاحيه، فده ابن عبد ربه، يبقى 52 د. 53 بيقول لي ظهرت هذه القضيه في امريكا في سبعينيات القرن الماضي نتيجه حركه التحرر النسوي لبناء اسره بطريقه شبيهه بالتبني دون حاجه للزواج الطبيعي، دون حاجه للزواج الطبيعي، يبقى ده يا شباب اسمه تلقيح صناعي، تلقيح اصطناعي، لان في طرف ثالث. مش هينفع استئجار ارحام، مش هينفع بنوك اجنه، ومش هينفع اقسام خارج الرحم، لان مفيش زوج. فهنا في 54 بقى خلاص، 53 اختارنا دال. في 54 يقول مختار البسيوني ان جميع المشكلات مثل الخير والفضيله والخير والفضيله هي من اصل واحد، حيث انها تتعلق بما ينبغي ان يكون. ده التفلسف، التفلسف هو الناتج عنه القيم، ده اسمه التفلسف. 55 بيقول لي توجيهات مستمده من القيم والمبادئ على كيفية التصرف اللائق أو الأخلاقي عند مزاولته للوظيفة، فهنا هختار يا إما الوظيفة يا إما المهنة، هبص للأسئلة هلاقي فيها المهنة، خلاص يبقى عند المزاولة يبقى المهنة، المزاولة يبقى المهنة. يبقى 55 مهنة. 56 رسالة وخدمة، زي ما أقول لك مجموعة من المهام والصلاحيات والاختصاصات، يبقى ديت يا شباب بنتكلم عن مفهوم الوظيفة، مفهوم الوظيفة، يبقى 56 مفهوم الوظيفة، هو كده بيعرف لي مفهوم الوظيفة ان هي رسالة بيقوم بها الموظف تجاه المواطنين. 57 قيمة تعني الشعور او المحرك الداخلي الذي يدفع الانسان الى ان يتساءل، يسأل كتير، يبقى دي قيمة البحث عن الحقيقة، البحث عن الحقيقة، يبقى 57 حب المعرفة، هي الاثنين واحد. 57 هختار دال. 58 يعرفها جون لوك بانها التحرك ضمن القوانين الطبيعية وامكانية اتخاذ القرارات الشخصية، قرارات شخصية،
والقرارات بشأن الملكية الخاصة دون قيود كما يريد الإنسان ودون أن يطلب الإنسان الحق من أحد، يبقى ده اسمه استقلال ذاتي. استقلال ذاتي ليه؟ لأنه بيكلمني عن القرارات الشخصية دون قيود ضمن القوانين. ثواني يا جماعة، 58 تاني، بأنها التحرك ضمن القوانين الطبيعية وإمكانية اتخاذ القرارات الشخصية والقرارات بشأن الملكية الخاصة، ملكية خاصة دون قيود كما يريد الإنسان دون أن يطلب. يبقى هنا الحرية يا شباب، هنا معذرة 58 الحرية، معذرة 58 كده الحرية. نروح لسؤال 59. الإقليمان الثاني والسادس أبعد عن الاعتدال يؤثران على صفات سكان هذه الأقاليم. اللي اتكلم كده كان ابن خلدون، ابن خلدون. 60 يا شباب، منظمة تطوعية، يبقى ده مدخل يخص مين؟ الجمعيات التطوعية. منظمة، تمام ماشي، منظمة تطوعية، أي دعوات وأي منظمات وأي ندوات، يبقى ده اسمه احترام وصون. يبقى 60 هختار دال، 60 هختار دال. 61 بيكلمنا عن الثروة تتعاظم طبقا لنوعية العمل الذي يقوم به الأفراد، ويحدد في العلاقة بين العمل الكلي وحجم السكان. اللي اتكلم عن حجم السكان واتكلم عن الثروة كان آدم سميث، لأن هو دايما أبو الاقتصاد الحديث وعنده كتاب اسمه ثروة الأمم، فكده أقربهم آدم سميث. ولكن جزئية العلاقات دي خاصة بهيجل. هو يبدو كده إن اللوجو بس عامل مشكلة مع كلمة هنا، الذي يسلكه أفراد الأمة، وهو حاجة في العلاقات بين العمل الكلي وحجم السكان، فهنا نختار آدم سميث عشان كلمة الثروة. 62 تقنية حديثة استخدمها العلماء من أجل لتلافي نقل أمراض وراثية أو التغلب على مناعة الأم ضد لافتة الدموية لزوجها، ويمكن الاستعانة بشخص آخر. استعانة بشخص آخر يبقى ده يا جماعة تلقيح صناعي وطرف ثالث. نروح لسؤال 63، المعايير والقواعد العامة التي يتوقع من المراجعين في المؤسسة مراعاتها. قوانين وقواعد بديهة أخلاقيات، بس هي أخلاق مهنة ولا أخلاق وظيفة؟ أنا هكمل كده، هلاقي السؤال جايب لي المهنة، يبقى أنا هختار أخلاق المهنة. 64 التعاون بين الكائنات الحية تحت إشراف ومسؤولية الإنسان من أجل ضمان حق الأجيال القادمة، ده هانز يونس، فأنا هختار معنى أخلاق المسؤولية عند هانز يونس. يبقى 64 هختار جيم اللي هي 3. 65 يمكن تعريف نقط هي المنظمات وجماعات متنوعة الأهداف والاهتمام مستقل عن الحكومة، يبقى هنا مجتمع مدني اسمها مؤسسات المجتمع المدني أو منظمات المجتمع المدني. يبقى 65 باء. 66 إن توافر ظروف مناخية معينة في بعض البيئات له علاقة قوية بإنتاج بعض الأمراض، يبقى هنا علي بن رضوان. 67 يرجع العالم الإغريقي طاليس أصل العالم في كتابه أصل العالم، يبقى اسمه تفسير وتوظيف، يبقى 67 تفسير وتوظيف. 68 تعد مرحلة نقط هي المرحلة التي ارتبطت بالبعد العقائدي، العقائدي يعني الديني أو الإيماني، يبقى هنا التقديس والتأليه. 69 ادعى أحد الفلاسفة أن الخلق المثالي المناسب لن يكون، معذرة يا شباب، مناسبا الا بتغيير المعرفه البديهيه. اللي طالب بتغيير الفكر البشري كان ألدو ليبولد، اللي طالب بتغيير الفكر البشري كان ألدو ليبولد. ننتقل لسؤال 70، افكار جون ديوي صبغت المجتمع بتاعه، يبقى هو كده رسم الهويه للمجتمع بتاعه، يبقى 70 دال. 71 لو وجد مشرف العمال الشخص الجاد الحازم والعادل في معاملاته لكان جميع العمال العموميين. لو بيتكلم هنا عن المشرف ده اللي هو القيادة، يبقى أنا هختار رقم دال، التأكيد على أهمية سلوك الموظفين في الدرجة العليا اللي هي فكرة القدوة دي يا جماعة في الآليات، آليات ضبط أخلاقيات المهنة. 72 حدده كانط بقوله ما يبهج كل الناس، ما يبهج يبقى الجمال، أي حاجة معتمدة على الحواس غالبا هتبقى الجمال. 73 وصف المانجر الاستقراء التجريبي وصفا دقيقا وهو يطبقه في حاسة الإبصار، علم المناظير لشرح العين، هو الحسن بن الهيثم. 73 حسن بن الهيثم. 74 ما ينطبق على الإنسان لابد أن ينطبق أيضا على الآلة التي من المفترض أنها تحاكيه. عايزين الآلة تبقى زي الإنسان. الآلة الجهاز الثابت اللي معاك ده بيصحح إلكتروني، بس بيصحح إيه؟ اختيارات بس، يا صح يا غلط، هو كده إيه؟ ثنائي. إحنا عايزينه يكون مرن. يبقى 74 هنختار جيم اللي هي المنطق المرن.
75 مرحلة من مراحل منهج الاستقراء التجريبي لا يكاد صاحبها لا يكتفي صاحبها بمجرد تسجيل السلب الوقائع، بل لابد من أن يكون هناك جهد عقلي. جهد عقلي بقى ايه؟ يبقى الفروض. جهد عقلي يبقى الفروض، لأن هي تخمينات أو حلول مؤقتة. 76 قضية ذات حقيقتين اللي هي قاف ولام المقدم والتالي بتوعنا، لا تكذب إلا في حالة واحدة فقط وهي صدق المقدم وكذب التالي، ده دايما يكون شرط. يبقى أنا هختار قاف سهم لام، يبقى 76 دي هختار شرط. 77 يرى كارل بوبر أن الفرضية صور ومشروع في كل بحث علمي. مشروع يبقى الفروض، مشروع يبقى الفروض في كل بحث علمي. يشير ذلك للفروض في المنهج العلمي المعاصر من حيث تحديد العلاقة بين المتغيرين. لا، تجلي حق العبقرية العلمية. تمام، يبقى تجلي حق العبقرية العلمية. 78 تشارلز بابج ده عالم رياضيات وفيلسوف بريطاني، ابتكر مفهوم الحاسوب القابل للترجمة. ابتكر مفهوم الحاسوب، يبقى عايز كده برمجة، عشان هو بيقول لي لغة رمزية منطقية، يبقى انا كده هختار البرمجيات. هنتقل لسؤال 79، يطلب المعلم من تلاميذه تطبيق البحوث التي توصلوا اليها. تطبيق البحوث يعني التحقق من صدقه، التحقق من صدقه، يبقى 79 باء. 80 اما ان يكون محمد ضابطا او مهندس، ده فصل يا جماعه، قاف في لام. 81 اثناء حديثك مع صديقك عن طائر فلامينجو سالك ما هو هذا الطائر، فاجبته بانه يشبه كثيرا الكتكوت، يبقى دي ممثله استقرائيه، يبقى 81 الف. 82 فروض يضعها العقل وهي اقل وضوحا من البديهيه. الاقل وضوحا من البديهيه هي المسلمات، المسلمات. طب انا ما عنديش مسلمات، يبقى المصادرات، المصادرات. 83 في عام 1928 عندما كان الكسندر فلامينج يجري تجارب على فيروس الانفلونزا، لاحظ نوع عفن غريب على طبق البتري. ده تعريف البتري، ده طبق مخصص لاستنبات الخلايا مثل الفطريات. تمام، هو ده اللي اخترع البنسلين. انا قرات السؤال ده، فهنا يا شباب هو عمل نوع من انواع الربط ما بين الظواهر، هو ربط ما بين الظواهر. فهنا الكشف عن العلاقه بين الظواهر، قال ان العفن ده او الفطر ده هو اللي كان سبب ان هو قتل الفيروس اللي هو بتاع الانفلونزا ده، فهو كده ربط العلاقات ما بين الظواهر. يبقى 83000. عذرا يا جماعه الاختصار اللي انا فيه، بس حرفيا يعني العين عايزه حد يشدها كده لتحت عشان تفتح يعني. 84 في بادئ الامر، في بادئ الامر يؤدي زياده المقدمات، في بادئ الامر تؤدي زياده المقدمات، في زياده المقدمات الحجه. تمام، في الحجه الاستقرائيه الايه؟ كل ما زود مقدمات في الاستقراء بيتاثر ولا مش بيتاثر؟ الاستقراء بيتاثر، يبقى تؤدي لزياده صحه الحجه، تؤدي لزياده صحه الحجه. كل ما تزود مقدمات في الاستقراء الحجه بتزداد قوه. 85 الانسان والحصان والبغل حيوانات طويله العمر. الانسان والحصان والبغل كل الحيوانات ليست لها مرارة، اذا كل الحيوانات التي ليس لها مرارة طويلة العمر. يبقى احنا عملنا ايه دلوقتي؟ عملنا دلوقتي نتيجة اكبر من المقدمات ولا اصغر ولا مساوية؟ هو بيقول لي كل الحيوانات اللي ملهاش مرارة هي الحصان والبغل والانسان، اذا كل الحيوانات التي ليس لها مرارة طويلة العمر. يبقى هو كده بيكلمنا عن نتيجة اصغر من المقدمات. 86 كل الفلاسفة مبدعون وافلاطون فيلسوف، هشطب فلاسفة مع فيلسوف هيبقى افلاطون مبدع. يبقى انا كده اشتغلت على الاستقراء، اشتغلت على الاستنباط التقليدي، استنباط تقليدي. يبقى ده استنباط يا شباب. 87 هناك بعض الشباب يقومون باهدار اوقاتهم في التكنولوجيا، يبقى دي سلبية تكنولوجيا المعلومات، سلبيات تكنولوجيا المعلومات يا شباب. 87 كده هختار الف. 88 الحقيقة العلمية لا تكف عن التطور، على طول متطور يا شباب. يبقى هنا كده المفروض ان انا هختار التعديل، دايما في قابليه للتعديل والتغيير. تمام، تمام، هي التعديل. وقد وصل بشان قضيه معينه الى راي نهائي فان العالم سرعان ما يتجاوز الراي ده، يبقى تعديل يا شباب. 89 استقراء يفيد الظن، يبقى ناقص. واستقراء يفيد القطع والثبوت واليقين، يبقى تام. يبقى 89 هختار الاولى. 90 يا شباب، مع ظهور كل تكنولوجيا جديدة تتجدد الآمال والوعود. تمام، بحل مشاكل الإنسان قد ظهرت الآلات الشيطانية. الآلات الشيطانية بدأت ذكاء صناعي يا شباب، أو الروبوت بمعنى صح، الروبوت، آسف، الروبوت. يبقى 90 هختار ألف اللي هي الروبوت. 91 التزامات تفرض على المحامين النساء في الاختلاط ببعض المجرمين والتعامل معهم تجسد، هنا كده يبقى في اخلاق خاصه ضمن الاخلاق العامه، يعني في اخلاق المحامين عموما.
ولكن النساء اللي هم شهروا محاميات ليهم خصوصيه، فانا كده هختار الجمع بين الطابع العام والطابع الخاص. 92 استعمل علم البيولوجيا البلجيكي جاكوب في عام 1909 مصطلح يدل على الشروط الماديه المحيطه بالكائن الحي، المحيطه بالكائن الحي دي البيئه من منظور ابن عبد ربه. 93 مجموعه من المعايير والمقاييس المعنويه بين الناس يتفقون عليها، معايير بيتفق عليها تمام، ويتخذون منها ميزانا يزنون بها اعمالهم، دي القيم يا شباب. يبقى هنا 93 القيم. 94 يقوم احد العلماء وصف اكتشاف الشفره الوراثيه، شفره وراثيه يبقى الجينوم، يبقى الجينوم البشري، يبقى الجينيوم البشري، شفره وراثيه يبقى الجينيوم البشري. ننتقل لسؤال 95 يا شباب. يقول الفيلسوف بيتر تيلور ان وضع البشر يساوي حاله الحيوانات والحياه البريه، ويجادل بانهم يجب ان يتقاسموا الارض، لازم يكونوا متساويين، يبقى دي الفلسفه الطاويه اللي هي عدم التمايز ما بين الانسان والحيوان، التناغم الكامل او يعني شبه المساواه التامه. عذر يا جماعه الاصوات الغريبه، بس احنا في ساعه دلوقتي غريبه جدا بصراحه يعني، الله المستعان. فننتقل للسؤال رقم 96. للمناخ اثر عظيم على البيئه، في تغير المناخ في سابق الازمان ساهم في نشوء الحضارات التقليديه. طيب مناخ وهيغير في الاخلاق، هيغير في المكان، يبقى هنا انا هختار كده علي بن رضوان. علي ابن رضوان حتى في نهايه السؤال بيقول الغازات الدفينه تنطلق في الجو، يبقى علي بن رضوان. 97 ابتكار صاحب العمل لوسائل تساعده على اجتذاب افضل العناصر للعمل بها من اجل الارتقاء بالمؤسسه، يبقى هو كده بيعمل حاجه اسمها تحسين الاداء. تحسين الاداء مش صوره ذهنيه، مفيش عملاء في السؤال، ومش استخدام الامثل للموارد، وكده تحسين الاداء. طيب 98 يقول ليوناردو دافنشي ان الطبيعه لطيفه لانها تجعلنا نجد المعرفه حيثما ادرنا وجوهنا، المعرفه يبقى هنا البحث عن الحقيقه. سؤال 99 يا شباب. الطبيب يتعامل مع اصناف متعدده من الناس واصحاب اتجاهات مختلفه، ومنهم من تجمعه بهم قرابه او مصلحه، ومنهم من له جاه وسمعه وسلطه، فهنا كده المساواه، هو كده المساواه يا شباب اختصارا للوقت. سؤال رقم 100 بيقول يرى هايرنسبرج انه ينبغي علينا ان ننظر الى مسيره التقدم العلمي وخاصه بعد الفيزياء المعاصره لا باعتبارها تمثل قيمه نفعيه فحسب، بل باعتبارها تساعد الانسان على فهم العالم. فهم العالم يبقى تفسير، قيمه نفعيه يبقى استغلال. الاختيارات ايه بقى؟ استغلال وتفسير، يبقى هختار رقم 2. يبقى سؤال رقم 100 هختار باء رقم 2. شباب كده وصلنا تقريبا نص الاسئله بالظبط، فعذرا عذرا عذرا اسمحوا لي ان انا اتوقف لحد هنا ونخلي المية الباقيه. انا مش عارف دلوقتي، هي تقريبا دلوقتي النهارده السبت، والساعه تقريبا دلوقتي داخله على 7:30 صباحا او 8 الا ثلث، فعذرا ان هوقف لحد هنا، عندي شغل برضو، هطلع بره ان شاء الله الساعه 10 كده عندي شغل، فعذرا لحد هنا هنوقف. والمية دي ان شاء الله لو امكن الوقت ان انا اعمل بث مباشر طوال اليوم، خلال اليوم ان شاء الله بعد الشغل بتاعي هعمل بث مباشر، هتكلم في كل الاسئله بتاعتكم. هو ضروري ان شاء الله يكون في بث مباشر النهارده، بس انا ما اعرفش ازاي هيكون في بث مباشر، بس دعواتكم كده ان شاء الله تعالى نلتقي على خير. وكل يا جماعه نصايح قلتها لكم في الفيديوهات اللي فاتت ضروري جدا تعملوا بيها يا شباب، ضروري جدا. حياتكم الحياه مش هتقف لحد هنا، حياه هنكمل وفيها اصرار وفيها تعب ان شاء الله، وربنا يوفقكم لكل خير باذن الله. تحياتي لكم مستر محمد علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.